أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا الإسلام والمرأة، ومعانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بكم وبمحبيكم ومستمعيكم. والله يا دكتور، يعني احنا بنتعلم من فضلتك حاجات كتير جدا، ومحتاجين ان احنا نستزيد اكتر من هذا العلم. يعني دلوقتي عندنا الراجل بيشتغل والست بتشتغل، وبعدين نلاقي كده احيانا تبقى اعباء البيت عليها كتير زائد شغلها. نعم. وهي بتشتغل لانه برضو هي بتساعد في البيت يعني. نعم. يجي الراجل يقول لها انا ماليش دعوة، انا بتعب وبشقى والشغل ده مهمتك انتي، اللي هو شغل البيت يعني. نعم. دي رأي الإسلام فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ننتقل إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على القدوة والأسوة. قالت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويحلب شاته وفي مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. يعني الأعباء المنزلية والمصالح الشخصية كان النبي محمد وهو من هو يؤديها. ننظر، يخصف نعله، يعني نعله أعزكم الله إذا احتاج إلى إصلاح بنفسه. وكان يحلب شاته، يا سبحان الله، ويكون في مهنة أهله. يا رسول الله، نريد دهنا، نريد شعيرا، نريد قمحا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتكر لنفسه طعاما من دون أزواجه. أنا أرشد إلى لمسة حنان تفتقدها بيوتنا جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل من البر، ننظر إلى هذا الوضع الذي ممكن أن نسميه الرومانسية في أعلى درجاتها، قال: حتى اللقمة تضعها لم يقل في يد امرأتك، في فم امرأتك، في فم امرأتك. للأسف بعض أو كثير من الأزواج، قد تكون المرأة بتعمل مثله، لكن هو يأتي من العمل وينام، قل أنا مجهد طول النهار. طب وهذه المرأة، هل هي آلة صماء؟ أليست نفسا؟ طب نفرض أنها لا تشتغل ولكنها تكد وتكدح من بعد صلاة الصبح، في الصباح الباكر تلبس الأطفال وتفطر الأطفال، ثم الزوج، ثم مصالح الزوجة الشخصية، ثم توضعه عند البيت، ثم تنزل إلى السوق، ثم تشتري الطلبات، ثم تشرف على نظافة المنزل، ثم تعد وجبة الغداء، ثم يرجع الأطفال، ثم تذاكر لهم، ثم تساعدهم على الواجب، ثم ينام الرجل ملء جفنيه وعينيه ويخرج للتنزه أو يخرج لعمل آخر أو يخرج لمصالح، ويأتي ثم يريد أن هذه المرأة بعد الثلث الأول من الليل أنها أيضا تكون كعسكري الدرك زمان في نوبة الحراسة. أيها الناس، ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. شاركوا نساءكم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تنسوا أن المرأة كائن مثلك، فإذا أحسنت التعاون أعطاك الله أجر الرفق. اللهم اجعلنا من الذين يرفقون ببناتهن وبأزواجهن وبأمهاتهن وبكل النساء على هدي سيدي الرجال صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين.